وخلال تصريحات صحفية على هامش زيارته للإسكندرية، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم عمل تطوير كامل لمنظومة الإفراج المسبق عن الشحنات لتسهيل الإجراءات على المواطنين بجمعها في مكان واحد فقط. وأشار مدبولي إلى أن المنظومة الجديدة تعمل الدولة عليها في جميع موانئ مصر بهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا عالميا. منظومة كاملة بيحصل تطوير كامل للمواني، منظومة الـ 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 الإفراج المسبق عن الشحنات، ودي منظومة اللي احنا بنسميها الـ ACI مع وزارة المالية. بقى النهاردة المواطن بيجي معاه الورق بتاع الشحنة، كان بيبقى معاه ما يطلق عليه، أنا آسف أقولها باللفظ كده، الدارج المنافستو، اللي مكتوب إنه لازم ياخد موافقات من 20-30 جهة. بقى بيروح في مكان واحد كلهم متجمعين فيه، بيبدأ إن هو يخلص كل إجراءاته وهو واقف. كل دي منظومة جديدة احنا شغالين عليها في كل مواني مصر النهاردة، بهدف ان مصر فعلا تبقى مركز اقليمي عالمي، نستغل الموقع اللي كلنا دائما نتغنى بموقع مصر المتميز. لا، يبقى ده من خلال منظومة مواني جديدة بتنشأ وترفع كفاءة المواني القائمة، بحيث يبقى عندنا منظومة حديثة. وده اللي خلى الحمد لله النهاردة، عشان بس ادي لحضراتكم، وانت حضراتكم بتتابعوا من خلال مذكرات التفاهم والعقود التوقيع اللي بتتعمل جوه المجلس الوزراء، اكبر شركات شحن وشركات حاويات في العالم النهاردة بالرغم من كل التحديات بقت جاية بتوقع على حق امتياز واستغلال وإدارة لأرصفة النهاردة الدولة المصرية نجحت في تنفيذها وبتنفذها في خلال الفترة الجاية. ولولا اللي اتعمل ده ما كانش هذه الشركات فكرت انها تبقى موجودة في مصر.